خلينا بقى نفند كده مع بعض التصريحات الخاصة بدكتور رضا حجازي النهاردة. وزي ما قلنا على سبيل المثال كان في كلام عن الدروس الخصوصية وأزمة السناتر الخاصة بالدروس في مصر. دلوقتي الكلام اللي يعني اتقال على لسان دكتور رضا حجازي ان هم عايزين يقننوا أوضاع السناتر في مصر وان هي تكون يعني بتحصل على رخصة علشان تدي الدروس. مش بس كده، ده كمان المدرس اللي بيشتغل في السنتر يبقى واخد رخصة ان هو يشتغل في السنتر. فالحقيقة احنا شايفين فكر مختلف للتعامل مع الدروس الخصوصية، على الرغم من ان السنين السابقة كنا دايما بنسمع من المسؤولين في المنظومة التعليمية ان هم عايزين يحاربوا بقدر الامكان الدروس الخصوصية وهذه المنظومة العشوائية اللي يعني اصبحت فرد نفسها على المجتمع المصري او فرد نفسها على المجتمع المصري. فهل برضو شايفين ان ده يكون حل لمشكلة السناتر والدروس والمدرسين، احنا خلاص هنتقبل وضعهم وبس هنقنن شكل يعني السناتر دي في مصر؟ دي كانت يعني من تصريحات النهاردة. في كلام كمان عن زي ما قلنا الغش في الثانوية العامة، والدكتور ده حجازي لما اقترح فكرة وجود أجهزة تشويش داخل اللجان قال علشان في السنين السابقة وتحديدا السنة اللي فاتت كان في وقعة غش كبيرة جدا حصلت في واحدة من محافظات الصعيد، غش جماعي. فهو كان شايف ان الحل لمشكلة الغش ان يكون في أجهزة تشويش في اللجان. هل احنا في مقدرتنا ان احنا نوفر أجهزة تشويش في كل لجان امتحانات الثانوية العامة علشان نحل المشكلة بهذا الشكل؟ يعني على كل حال احنا عايزين حضراتكم تشاركونا بشكل كبير في التعليقات، وخلينا كمان نسمع رأي المتخصصين والخبراء في تصريحات دكتور رضا حجازي النهاردة. بينضم لينا على التليفون الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بكل تأكيد النهاردة تصريحات مختلفة من وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب، يعني عايزين حضرتك كده تقول لنا إيه أكتر تصريح استوقفك بداية في تصريحات دكتور رضا حجازي؟ والله شوف حضرتك، مش هقول أكتر تصريح، أنا يعني شايف إن كل التصريحات أو اللي هسميها بقى مقترحات النهاردة هي كلها تصريحات ومقترحات صادمة. صادمة. وانا هقول لحضرتك ليه، انا هقول لحضرتك ليه، يعني اسمحي لي بس انا هقول عباره يمكن تكون مؤلمه شويه بالنسبه لحضراتكم وللمشاهدين، ان التصريحات اللي اتقالت النهارده دي اعلان واضح وصريح بشهاده وفاه التعليم المصري. هقول لحضرتك ليه. اولا انا كنت متصور او كنت يعني متخيل الدكتور رضا حجازي باعتباره الرجل الثاني في وزاره الدكتور طارق شوقي، وهو كان ماسك اكثر من مكان قيادي داخل وزاره وعنده جميع ملفات التعليم ومشكلات التعليم، فكنت اتمنى ان هو النهارده باول لقاء مع مجلس النواب يكون عنده قواعد بيانات لكل المشكلات والتحديات اللي بيعاني منها التعليم المصري واللي بيلمسها الشارع المصري، ويقول لنا رؤيته ايه في حلها. هنا في الحاله ديت كنا نقول ان في امل لبكره، لكن الكلام اللي اتقال النهارده كله هي مساله دخلتنا في اكتر من مشكله. يعني ما نقدرش نعتبره يا دكتور خطاب مصارحه مع النواب ومع الشعب المصري؟ يا فندم ما هو كل المشكلات التعليم المصري هي معروفه، لكن احنا محتاجين باعتبار هو قيادي كان لابد ان يطلع لنا بقى بقواعد بيانات يقول لنا والله انا عندي مشكله مثلا كثافه الفصول قد كده، عندنا مشكلات المعلمين قد كده، عندنا مشكله، يعني يبدا يفند لنا مشكلات التعليم. ما هو ده اول حل او اول علاج للمشاكل، ان انا اعرض المشكله بصوره حقيقيه وبارقام، وبعدين نبدا نحط الحلول وتبقى حلول خارج الصندوق. لكن النهارده انا لما اخد قرار مثلا مساله الدروس الخصوصيه، ايوه مسألة إن أنا أقول إن أنا هقنن الدروس الخصوصية دي مسألة معناها إن أنا كوزارة بقول أنا فشلت النهاردة كمدرسة إن أنا أدي دوري. حضرتك النهاردة الدكتور الحجازي بيتكلم على 47 مليار جنيه هي تكلفة الدروس الخصوصية. مين بيدفع هذه المبالغ؟ أولياء الأمور بيدفعوها من قوت بيتهم. يعني حضرتك النهاردة إحنا لو حضرتك نزلت الشارع وعملت أي لقاء مع أي محل من المحلات اللي بتبيع أو تشتري هيقول لك ان احنا من اول الدراسه في حاله كساد في البيع والشراء. ليه؟ لان البيت المصري بيصبح النهارده ب
يوفر كل امكانياته عشان يعلم اولاده. طب دكتور محمد دلوقتي واحنا بنتكلم على نقطه شائكه هي دروس الخصوصيه، ودايما كنا بنسمع من كل المسؤولين في المنظومه التعليميه رفضهم ومحاربتهم للدروس الخصوصيه، لكن احنا النهارده امام يعني رؤيه مختلفه وتعامل بشكل مختلف ونيه مختلفه للتعامل مع سناتر الدروس، وان احنا عايزين نرخصها. طب بالتالي ولي الامر هيسال، طب يعني كده ايه لازمه المدارس لما انا خلاص هسمح للدروس ان هي تكون هي الطبيعيه وهي اللي بيلجا ليها الطالب؟ بالظبط كده، ما انا عشان بقول لحضرتك هو كده شهاده وفاه المدرسه المصريه. حضرتك النهارده هو ايه اللي بيخلي ولي الامر يلجا للدرس الخصوصي؟ لانه ما عندوش البديل. المدرسه اللي هي البديل الرئيسي في المساله فقدت دورها، فبالتالي بيخلي ابنه ياخد درس خصوصي. تعالى نتكلم عن اسباب الدروس الخصوصيه هي ايه؟ اسبابها ان في عندنا عجز في المدرسين، أيوه. المدرسه لم تؤدي دورها، عندنا مشكلات في المناهج الكتب المدرسيه. كل دي ادت الى تفاقم مشكله وعجز التلميذ انه يتعلم، فبيضطر يروح في مكان ثاني يتعلم فيه. في نقطة خطيرة جدا هنا في المسألة دي. اتفضل. أنا كده بعمل إبادة لمسألة التربية. طب هل ده الحل الأسهل أمام الوزارة دلوقتي؟ الحل الأسهل هو تقنين أوضاع السناتر بدل توفير المدرسين وبدل توفير الكتب المدرسية؟ لا طبعا، ده هروب من المشكلة. ده هروب من المشكلة. أنا كده بسلم ولي الأمر لقمة سايغة للدروس الخصوصية، لأن خلاص هتبدأ بقى ما دام اتقننت هتسمعي عن أرقام غير عادية في الدروس. ولي الامر مش هيتحمل. طب ما هو مش كل الناس بتودي اولادها دروس خصوصيه. طبعا في طبقه في المجتمع ما تقدرش، ده من حقه انه يتعلم برضه. وحتى احنا الكلام ده منافي للدستور. التعليم مرحله التعليم الابتدائي او التعليم الاساسي هو تعليم الزامي من الدوله. فلازم التلميذ يتعلم، مش ان انا ارمي المشكله في مكان ثاني واذا كان معاك اتعلم معاكش ما اتعلمش. لا، هنا معلش يعني كان لابد ان يكون في وقفه، واتمنى مجلس النواب ان هو ما يوافقش على هذا الكلام. طيب من التصريحات الصادمه زي ما حضرتك وصفت النهارده تصريحات دكتور رضا حجازي ليها علاقه بان المدارس بقى ما فيهاش طلبه، وان هو شايف الحل لمشكله تسرب الطلبه من التعليم في مصر ان هو يحبس ولي الامر في حاله الطالب تغيب لمده سنتين. تقييمك يا دكتور برضو للرؤيه دي؟ لا، ده حضرتك ده قرار يعني ده تصريح او اعتبره مقترح غير مدروس، لان حضرتك انت قبل ما تطالبني انا كولي امر ان انا اودي ابن المدرسه وفر لي بيئه مدرسيه وفق ال زي ما بتقول الجوده او زي ما بتقول المعايير. مش هقول لك اعمل لي معايير جوليه على اعلى مستوى، اعمل لي معيار قومي بس يكون في وسيله ان انا ابني يروح يتعلم، ابني يلاقي مكان جيد يقعد فيه، يلاقي دوره ميه، يبقى مودي ابني في حاله من الامان. بتبقى احنا النهارده عندنا المدارس تعتبر تقريبا فيها شبه فراغ، لان احنا عندنا اكثر من 330 الف معلم باعتراف الوزاره. ده معناه ان في فراغ تعليمي، طب انا هودي ابني مدرسه ليه؟ 330 الف عجز حضرتك تقصد؟ 330 الف معلم عجز، طبعا عدد ضخم جدا. فحضرتك هنا لو بيتزايد كل سنه، انت النهارده قبل ما تطالبني انا كولي امر وقبل ما تقول لي انا هحبسك لو ما وديتش ابني، يعني انا يعني بتعجب ازاي وزاره التربيه والتعليم تقول هذا الكلام. احنا بندور ازاي ان احنا نحافظ على التوازن الاسره المصريه، فتيجي النهارده تقول لي لو انت ما وديتش ابنك المدرسه انا هحبسك. هذا كلام يعني يؤخذ عليه، ولابد ان هو يتناقش في هذا الكلام. ايه الغرض؟ الغرض منه انك انت عايز ابني يجي المدرسه، طب وفر لي بقى البيئه المدرسيه المناسبه اللي اقدر اتعلم فيها واقدر ابقى في حاله من الاحساس بالامان لما ابني يجي عندك المدرسه. لكن طالما ان المدرسه النهارده فاقده دورها مع كل مشكلاتها، اكيد ولي الامر هيعزف انه يودي ابنه المدرسه. يهمنا نسمع يعني راي حضرتك وخبرتك بما انك استاذ اصلا في العلوم والتربيه، ومقترح حاليا بان كليات التربيه تكون لمده 3 سنين والسنه الرابعه تكون سنه تدريبيه للمدرس في المدارس. هل حضرتك شايف ان ده يعتبر برضه حل لمشكله وعجز المدرسين في المدارس، ولا تقييم برضه حضرتك للمقترح ده هل هو قابل للتنفيذ؟ اولا المقترح ده مساله ليها علاقه بلوائح الجامعه، لوائح الكليه، وليها علاقه بالمجلس الاعلى للجامعات. احنا الكلام ده ان احنا عندنا لما يكون في عندنا لائحه تدريسيه، اللائحه بتقول ان الطالب لازم يقضي عدد معين من الساعات خلال فتره التعلم داخل الكليه للحصول على البكالوريوس. دي بتتم عندنا خلال 4 سنوات داخل كليات التربيه. فانت النهارده حضرتك عشان تقول لي ان انا هقلصها في 3 سنوات، لا، المساله طبعا محتاجه اعاده دراسه وتعديل لوائح
وده اكيد هيأثر على المستوى العلمي والاكاديمي الخاص بال ده. احنا بنقول ان خريج التربيه محتاج ان هو يؤهل اكاديميا اكتر من كده. احنا مش يعني مش نيجي كمان نقلص المده الدراسيه، دي نقطه. النقطه الثانيه، مش لازم نقول ان كل خريجين التربيه او خريج كليه التربيه ناخده نعينه على طول. حضرتك اذا كنا احنا عايزين فعلا نعمل تحقيق لمستوى اعلى من الجوده في التعليم، لابد ان كل من يدخل في عمليه التدريس او التعليم لازم يخضع لامتحان. يعني حتى خريج كليه التربيه لو هو حتى بيتخرج كليه التربيه وحصل على بكالوريوس علوم او اداب في تخصصه، لابد ان قبل ما يستلم العمل في العمليه التعليميه وان انا اسلمه اولادي كمربي او كمعلم، لابد من خضوعه لامتحان اكاديمي وامتحان علمي في التخصص بتاعه. لان حضرتك ما ننساش ان حتى الطالب اللي بيتخرج كليه التربيه كمعلم هو في الاصل داخل الكليه من خلال مكتب التنسيق. طب هل عليه التنفيذ ده يا دكتور صعب؟ يعني صعب فكره التاهيل على مدار الثلاث سنين بحيث ان كمان السنه الرابعه تكون يعني قادر ان هو يخدم فيها المنظومه التعليميه لو حصل تقنين يعني للاوضاع ووضع اللوائح وكل حاجه تتيح وتيسر الموضوع، هل صعب ده يحصل؟ غير كافي حضرتك، غير كافي. وبعدين لابد كمان انا لما اجي هشغل حد داخل الفصول لابد ان يكون في محاسبه. طب انا دلوقتي لو هو طالب، لو هو طالب وهيقضي معايا سنه في مدرسه ما، ازاي هعمل ده لو فرض ان احنا وافقنا على هذا الكلام او تم تقنينه؟ وده هيبقى صعب. لان المده الدراسيه اللي لازم يقعدها الطالب داخل الكليه هي مده 4 سنوات. احنا عندنا على فكره داخل كليه التربيه في ازمه كمان في الاماكن. يعني احنا النهارده في مشكله في ازاي ان انا احتوي هذا العدد الضخم من الطلبه بنقسمهم على فترات. ما بالك بقى حضرتك لما نقلص الدراسه لمده 3 سنين، مؤكد هيجي على حساب المستوى التعليمي بتاعه، وده احنا يعني مش عايزينه. احنا عايزين نخرج معلم على اعلى مستوى عشان لما نسلمه ابنائنا. فدي مساله، لا المساله محتاجه دراسه. انا مش عايز يبقى المقترحات مش قايمه على دراسه، لابد ان يكون في دراسه للموضوع بناء على قواعد بيانات، بناء على دراسه اللوائح والقوانين، عشان نقول احنا بنتكلم فعلا في الصواب ولا بنقول مجرد احلام. طيب يعني في النهايه برضو يا دكتور، علشان بس نكون بنقرا المشهد مع حضرتك، هل تتوقع دكتور ده حجازي يتراجع عن التصريحات اللي قالها النهارده، او ان مجلس النواب يكون بيدي فرصه ان هو ينظر للموضوع بشكل مختلف وان هو بيكون بناء على دراسات وبيانات زي ما حضرتك قلت، ولا الموضوع مش هيختلف كتير؟ والله انا اتمنى، انا هقول لحضرتك تمنياتي. انا اتمنى من الدكتور ده حجازي، بقولها تاني باعتباره هو الرجل الثاني وعنده كل الرجل الثاني في الوزارات السابقه. اتمنى ان هو يجيب لنا الملفات، ومن خلال الملفات دي يدينا قواعد البيانات عن مشكلات التعليم الحقيقيه، ويتم حل المشكله في اطار وزاره التربيه والتعليم. يعني يحط لنا مقترحات ورؤى واحنا هنساعده. لان حضرتك النهارده الشعب لو لقى فعلا المجتمع المصري بنتكلم عن 25 مليون تلميذ في التعليم المرحله ما قبل الجامعي، يعني كلهم بيعملوا او كلهم بيتعلموا في وزاره الدكتور ده حجازي. ايوه. اتمنى هو لو خرج لنا بمشروع تعليمي حقيقي متطور، والناس امنت بهذا المشروع، مش هنحتاج لكل الاجراءات دي، هنبدا كلنا نتكاتف مع بعض عشان اصلاح التعليم وحل مشكلاته الاقتصاديه وغيره. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد عبد العزيز، استاذ العلوم والتربيه بجامعه عين شمس.